الغفور أحمده سبحانه جل في علاه على نعمه في المساء والبكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من يرجو تجارة لن تبور، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله جاءنا بالضياء والنور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في طريق الحبور، أما بعد، فأهلاً وسهلاً بكم مجدداً في هذه اللقاءات الماتعة في سلسلة الثمار اليانعة للأعمال الصالحة. ولا زال حديثنا أيها الأحبة موصولاً حول العبادات البدنية، وقد تكلمنا في اللقاء الماضي عن الصلاة وثمرات المحافظة على هذه الفريضة، وفي هذه الليلة موعدنا مع ثمرات النوافل. النوافل هي الزوائد على الفرائض، وهذه النوافل قد تكون نوافل مطلقة، يصلي الإنسان ما شاء الله له أن يصلي، ومنها النوافل المقيدة التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأوقات وبصفات مخصوصة. فالمحافظة على هذه النوافل في حياتنا لها أثرها العظيم. من الآثار العامة في حياتنا للنوافل الأجور العظيمة، وشكر الله عز وجل للمؤمن على المحافظة على النوافل، كما قال جل في علاه: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يقول علماء التفسير: يشكر الله سبحانه وتعالى بالثواب، ويشكر الله عز وجل بالعطاء، ويشكر الله بإعطاء الكثير على العمل اليسير. فمن تطوع لله عز وجل يبشر بأن يشكر الله عز وجل عبادته ويحصل على هذا الأجر العظيم. ومن الثمرات العظيمة التي الكل يحتاج إليها أن النوافل متممات للفرائض يوم القيامة. اليوم ما من إنسان يصلي إلا وفي صلاته نقص، لأنه قد يسرح في صلاته، قد يفقد الخشوع، قد يقصر في هذه العبادة، قد يؤديها على وجه العجلة. فما تخلو اليوم صلاة من الصلوات إلا وفيها نوع نقص. يعني أبو الدرداء في أواخر حياته بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ذاك الزمن، يقول: لم يبقى مما أدركته من عهد النبوة إلا الصلاة. يعني الصلاة على صفته هي الوحيدة اللي باقية مما أخذ من عهد النبوة، لأن الأمور تغيرت وحصل التقصير. أنا أقول إذا يقول أبو الدرداء هذا الكلام في زمنه في عصر التابعين، فما حال الناس اليوم مع هذه الصلاة؟ فهذه الصلاة إن حصل فيها تقصير وكنت محافظا على السنن وكنت محافظا على النوافل فإن الله يجبرها لك، فإن الله يجبرها لك، لأنه جاء في الحديث: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن كانت تامة كتبت تامة. إذا كانت صلاتك تامة ليس فيها تقصير يكتب لك الأجر كامل. قال: وإن كانت ناقصة قال الله: انظروا هل لعبدي من تطوع. إذا كانت الفريضة فيها إفراط، فيها سرعة، فيها فقدان الخشوع، الله يقول: انظروا هل لعبدي من تطوع. فهذا زادك السنن والنوافل التي فعلتها، فيجبر لك نقص الفريضة بهذه النوافل التي تحافظ عليها. فيحرص الإنسان على النوافل حتى يجبر أي نقص في يوم القيامة في الفرائض. ثم أيضا من الثمرات العظيمة محبة الله عز وجل. الإنسان المحافظ على النوافل على وجه الدوام يفوز بالمحبة، كما جاء في الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه.
وهنا صيغة مضارعة يدل على الاستمرار، ولا يزال عبدي يعني مستمر، ما يأتي يوم يومين يصلي النوافل ثم يترك، يصلي السنن ثم يترك، لا، مداوم على هذه النوافل حتى يصل إلى هذه الدرجة العظيمة وهي محبة الله. ولك أن تتصور ما هي الثمرات المترتبة على محبة الله، وقد أسلفنا وأن ذكرناها. أيضا من الثمرات، وهو مأخوذ من نفس الحديث، المعية الإلهية، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها. فهذه معية إلهية. معنى هذا الكلام أن الله يسددك ويوفقك في سمعك وفي بصرك وفي يدك وفي رجلك، يسددك في نظرك فلا تنظر إلى ما حرم الله، يسددك في سمعك ما تسمع إلا ما يرضي الله عز وجل، يسددك في يدك ما تبطشها في أمر يغضب الله عز وجل، يسددك في رجلك فما تمشي بخطواتك إلى أماكن الحرام وإلى أماكن المعصية. فيكون الإنسان مسدد موفق، وهذه معية إلهية خاصة، معية إلهية خاصة تكون لأهل الإيمان، وتكون لهذا الصنف من حافظ على النوافل. ثم أيضا من الثمرات التي أيضا جاءت في هذا الحديث العظيم إجابة الدعاء، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فيكون هذا الإنسان موفق مسدد، أيضا مجاب الدعوة بسبب كثرة العبادة. لما تقرأ في تراجم الصالحين يكتبون في تراجم بعض الناس كان مجاب الدعوة، كان مجاب الدعوة، فلما تقرأ في سيرته تجده لا ينفك عن طاعة الله عز وجل، لا في ليلة ولا في نهاره، محافظ على السنن، محافظ على النوافل، لديه كثرة تنفل وإكثار لله سبحانه وتعالى، ولذلك كان مجاب الدعوة. فيكون الإنسان مجاب الدعوة، مجاب الاستعاذة التي يستعيذ بها لله سبحانه وتعالى بالله عز وجل، إذا حقق هذا الأمر العظيم وهو المداومة على النوافل. ثم أيضا من الثمرات أن النوافل تكفير للسيئات، تكفير للسيئات، تكفير للسيئات، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. قال أهل العلم وأكثر ما يكون هذا بالنوافل، إذا فعل الإنسان معصية قصر في طاعة يتبع بالنوافل بالسنن حتى يجبر هذا النقص، يجبر هذه المعصية. ولذلك جاء في ترجمة عبد الله بن عمر أنه إذا فاتته جماعة مرة واحدة، يعني تفوت صلاة جماعة، يقول يعتق عبد في سبيل الله ويصوم النهار ويقوم الليل، هذا فقط إذا فاتته مرة واحدة صلاة الجماعة يجبر هذا النقص. تجد البعض يكثر من النوافل بعد المعصية أو بعد التقصير حتى يكون جبران لهذا التقصير الذي يكون لدى الإنسان. أيضا من الثمرات سابعا أنه فيصل أمام الشيطان، فالإنسان الذي يحافظ على الفرائض ومحافظ على النوافل، الشيطان أول ما يأتي لهذا الإنسان يأتيه للنوافل. صور إنسان ما يصلي إلا الصلوات الخمس، هذا مباشر الشيطان يأتيه في الفرائض، يفرط، يسوف له، يوسوس له، يلبس عليه، يزين له، فينام عن صلاة الفجر، وينام عن صلاة العصر، وينام عن العبادات. لكن إنسان محافظ على السنن ومحافظ على النوافل، الشيطان ما يأتي في الفريضة، يأتي بداية في ماذا؟ في السنن، لأن الشيطان يتدرج مع الإنسان. فهذه النوافل والسنن حصن للحفاظ على الفرائض. العلماء يقولون مثلا الشيطان يأتيك يلبس لك، أنت تفرط في هذه السنن، ثم لما يأتيك في الفرائض ممكن مرة ثانية أنت تراجع نفسك وترجع إلى النوافل وترجع إلى السنن، فهي حفظ للإنسان.
هذه ثمرات عامة للنوافل. هناك الثمرات الخاصة الكثيرة التي جاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات اليومية، نوافل اللي يمارسها المرء في حياته يوميا، كركعتي الوضوء. كلما جدد الإنسان وضوءه صلى ركعتين. ما من مسلم يتوضأ فيتم الوضوء ثم يصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. يصلي سنة الوضوء لكن بخشوع وإقبال على الله، قلب وقالب مقبل على الله سبحانه وتعالى، وجبت له الجنة. أيضا سنن الرواتب 12 ركعة في اليوم والليلة، كما جاء في حديث أم حبيبة وحديث عائشة وغيرها، من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. يحافظ الإنسان على هذه الركعات، وهذا أضعف الإيمان، أن يحافظ الإنسان عليها، ركعتين قبل الفجر وأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، كما جاء تفصيلها في الرواية الثانية. وهذه أيضا إخواني يحصل الإنسان أجرها بالمواظبة. ولذلك في الرواية الثانية ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ من ثابر على 12 ركعة. الرواية الأولى من صلى مطلقة مرة أو عدة مرات، لكن الرواية الثانية لا، من ثابر على 12 ركعة، يعني استمر وواظب على المحافظة على هذه الركعات. قد تفوت الإنسان أحيانا لكن يجاهد نفسه ويستمر ويرجع مرة أخرى للمحافظة عليها. أيضا ما جاء في رغيبتي الفجر، سنة الفجر لها أجر خاص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. هذه ماذا؟ رغيبة الفجر، السنة التي تكون قبل صلاة الفجر. فإذا فاتتك قبل صلاة الفجر تصليها بعد صلاة الفجر، كما جاء من فعل ذاك الرجل الذي صلى بعد الصلاة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصنيع. تأتي إلى صلاة الظهر، تأتي إلى صلاة الظهر، تجد الفضيلة الخاصة إذا أتى الإنسان بأكمل أوجه النوافل. فريضة الظهر أنت لك ثلاث صور، ممكن تصلي ركعتين قبل وركعتين بعد، وممكن تصلي أربع ركعات قبل وركعتين بعد، وممكن تصلي أربع ركعات قبل أربع ركعات بعد، وهذه أعلى درجة وأفضل درجة عند الله. ولذلك جاء في الحديث من يحافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعده حرمه الله على النار، حرمه الله على النار. تحافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الظهر. هذه أربع ركعات قبل الظهر في الحديث الثاني ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول أربع ركعات قبل الظهر تفتح لها أبواب السماء، تفتح لها أبواب السماء. فيحرص الإنسان على السنن التي لصلاة الظهر، كذلك صلاة العصر. يصلي الإنسان قبل صلاة العصر أربع ركعات، ويحظى الإنسان بالدعوات العظيمة، كما جاء في حديث ابن عمر، رحم الله امرئا صلى قبل العصر أربعة، رحم الله امرئا صلى قبل العصر أربعة. فيحافظ الإنسان على السنن عموما، وهذه السنن على وجه الخصوص. فإذا جاء في الليل حافظ الإنسان على الوتر، الوتر له فضيلة، كما جاء في الحديث إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن، فأوتروا يا أهل القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس ما ترك الوتر لا في سفر ولا في حضر. عود نفسك على هذه الصلاة، لا تفرط فيها. قبل النوم إذا كنت لا تستيقظ قبل الفجر تصلي الوتر فلا تفرط، والناس متفاوتون في العزائم،
منهم من له قوة على الاستيقاظ من الليل أو قبيل الفجر، ومنهم من يثقل ولا يستيقظ إلا صلاة الفجر، فهذا يصلي قبل النوم ولا يفرط فيه. ومن النوافل أيضا وأختم به صلاة الضحى. صلاة الضحى الأحاديث في فضلها كثيرة جدا، كما جاء في حديث أبي هريرة: أوصاني خليلي بثلاث، بالصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. جاء في أحد الروايات: لا أتركهن ما عشت، يعني ما أتركها طول ما أنا في هذه الدنيا، ما أترك هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاة الضحى قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: هي صلاة الأوابين، صلاة التوابين. وأيضا جاء في حديث بريدة قال: إن الإنسان له 60 و300 مفصل، كل مفصل عليه صدقة، ويجزئ ذلك ركعتا الضحى. في جسدك 360 مفصل، مفاصل العظام، كل مفصل في جسدك عليه صدقة تتصدق فيه في اليوم، ويجزئ عن كل هذا ركعتي الضحى. تصلي ركعتي الضحى كأنك تصدقت 360 صدقة، ويتضاعف هذا الأجر إذا خرج الإنسان من بيته متطهرا إلى المسجد. من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة الضحى، وفي رواية سبحة الضحى: لا ينصبه إلا ذلك، فأجره كأجر المعتمر، فأجره كأجر المعتمر. وأيضا في الحديث لما اقتربت السرية التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد غنموا غنائم وحصلوا على أموال في هذا المغزى، فلما اقتربوا أخذ الصحابة يتكلمون عن هذه السرية وعن هذه الغنيمة وما حصلوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج إلى سبحة الضحى، من خرج إلى صلاة الضحى فهو خير له من هذا المغزى وأكثر من هذه الغنيمة، يعني أجر أعظم من هذه الغنيمة وأعظم مما حصله الصحابة في هذه السرية إن حافظ على صلاة الضحى. فحري بنا إخواني الأحبة أن نحافظ على هذه النوافل من بداية اليوم إلى نهاية اليوم. تبدأ يومك بركعتي الفجر التي هي خير من الدنيا وما فيها، وتختمها بركعات الوتر التي هي أحب إلى الله سبحانه وتعالى، وفيما بينهما النوافل الكثيرة التي تتعبد بها لله عز وجل. أسأل الله يجعلنا وإياكم من المتقين ومن العابدين، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الفائزين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.